درس حركات التحرر في كوبا، ونشوف عنا دور الثورة الكوبية في إنهاء الاستبداد في كوبا 1959. كان في كوبا اللي هو شخصيتين كبار، اللي هو باتيستيا، هذا اللي هو الدكتاتور المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عندنا فيدل كاسترو. الآن التنين في حالة صراع، وحنشوف كيف حيصير اللي هي دور الثورة عندما تندلع في كوبا، وكيف سيعمل كاسترو. وضح دور كاسترو الآن في الثورة الكوبية. كاسترو أعلن الثورة في كوبا على اللي هو باتيستيا. إذن كاسترو أعلن الثورة على باتيستيا، اللي هو باتيستيا كان مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ اللي هو يهاجم الثكنات العسكرية ضد باتيستيا، حتى قتل ما يقارب من 80 اللي هو من المقاتلين من أتباع فيدل كاسترو، وهرب سجن فيدل كاسترو، ثم هرب إلى منطقة المكسيك، والتقى هناك في المكسيك في جيفارا وراؤول، ثم أسسوا اللي هي حركة 26 تموز، وأعلنوا عن مبادئها، وأبحروا إلى كوبا مرة أخرى من جديد بعد هروبهم. أبحروا إلى كوبا مرة أخرى، ثم أعلنوا الثورة على باتيستيا حتى أسقط نظام باتيستيا نهائيا عام 1959. ونرجع نشوفها على شكل نقاط ملخصة، اللي هي دور الثورة الكوبية. نرجع تاني نشوف دور الثورة الكوبية. إذن باتيستيا دكتاتور مدعوم من الولايات المتحدة، فيدل كاسترو كان ضد باتيستيا، عمل على مهاجمة الثكنات العسكرية، ولكن قتل 80 من أتباعه وسجن اللي هو فيدل كاسترو. فر كاسترو إلى المكسيك، والتقى براؤول، وخططوا لإنهاء حكم باتيستيا، والتقوا الطرفين مع الثائر الأممي جيفارا، وأسسوا حركة 26 تموز، ثم أعلنوا الثورة وأسقطوا باتيستيا حكم باتيستيا عام 1959. ونشوف فيديو صغير بين جيفارا وكاسترو. أعلن فيدل كاسترو الثورة على باتيستيا، اللي هو تساعده الولايات المتحدة الأمريكية أو مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فتعرض فيدل كاسترو وجنوده للاعتقال والقتل، قتل منهم ما يقارب 80 شخص، واعتقل فيدل كاسترو ووضع في السجن، إلى أن هرب إلى المكسيك أو خرج إلى المكسيك، والتقى بأخيه راؤول، والتقبت بتشي جيفارا، وأبحروا مرة أخرى من جديد إلى كوبا، وأعلنوا الثورة على باتيستيا عام 1959. حتى نجح فيدل كاسترو في القضاء على حكم باتيستيا، وهرب باتيستيا خارج كوبا. الفقرة عنا في الدرس بما تفسر طرد كوبا من منظمة الدول الأمريكية وفرض الحصار عليها، لأن كاسترو أعلن الانتماء للنظام الاشتراكي والانضمام للمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، إذن هو أصبح ضد الرأسمالي الولايات المتحدة. فلم تعترف الولايات المتحدة بحكومة كوبا الشيوعية، وعدته نصر للاتحاد السوفيتي، إذن الطرفين دخلوا في صراع في الحرب الباردة. قام كاسترو بتأميم مصالح أمريكا بكوبا، وتعد الصراع في كوبا مظهر من مظاهر الحرب الباردة، لأن كاسترو انضم لروسيا للاتحاد السوفيتي، فأصبح ضد أمريكا، والتي تجسدت في أزمة الصواريخ عندما قامت اللي هي الولايات المتحده الاتحاد السوفيتي بنشر صواريخ في منطقه خليج الخنازير لضرب الولايات المتحده في عام 1962 طبعا. ثم اعلن جون كينيدي الحصار الاقتصادي على كوبا وطرد كوبا من منظمه الامم المتحده. اذا كمان مره اللي هو فيدل كاسترو اعلن انضمامه الى الولايات المتحده، فاصبح ضد أعلن انضمامه للاتحاد السوفيتي، فأصبح ضد الولايات المتحدة، فدخلت كوبا في الصراع
بين الحرب الباردة، وخاصة بعد أن قامت الولايات المتحدة بنشر اللي هو الصواريخ في خليج الخنازير، عرفت بأزمة الصواريخ من أجل ضرب الولايات المتحدة بالصواريخ. فجاء اللي هو جون كينيدي وأعلن الحصار الاقتصادي على كوبا طبعا عام 1962.